بالنسبه للحالات لي دوسي تريتي او نيفو ديال مصلحه الطب النفسي الحسن الاول كاينه في الحسن الاول تيزني فانه كاين 2350 حاله دي 2350 حاله فانها من ابتداء من دجنبر ابتداء من سبتمبر 2012 يعني اليوم هذا يعني 2350 حالة اللي تريتي معظمهم يعني تقريبا 50% منهم يعني كيكونوا حالات ديال تروبل ديبريسي ماجور ولا تروبل اونكسيتي دي جينيراليزي كاين لي سكيزوفرين كاين لي بي ام دي بسيكوز مانيكو ديبريسيف خصوصا هذا الموضوع ديال الطلاق والتأثير ديالو على الجانب النفسي لأنه فعلا ملاحظ أنه عدد من يعني الدوسيه اللي عندنا كما صرت المسألة ديال التروب الديبريسيف والتروب الأنكسيو وهذه فإنه كيكون السبب يعني الرئيسي ديالهم هو هذا المشكل ديال العلاقة الأسرية اللي كيكون عارف أنه عنده امتداد ديال كي ظاهرة يعني مشاكل اجتماعية عندها امتداد على الجانب النفسي بار اكسيلونس يعني اللي كنشوفوا فيه المشكل الاجتماعي الاول هو هذا المشكل ديال الطلاق فعلا قبل الطلاق يعني في كاين مشكل ويعني اثناء وقوع الطلاق يعني كيجيونا الحالات اللي كثيرة كي طوم في هاد لا ديبريسيون وهاد لونكسيتي اي ميم بالنسبه للاطفال يعني كشريحه حتى هي يعني لها نصيبها من هاد التداعيات نفسيا جراء هاد الطلاق فانه كنلاحظوا انه معظم اللي جايين اللي كيجيو عندنا او نيفو ديال الصحه خاصه عندنا الشق اللي كيهتم بالبيدوبسيكاتري يعني الطب ديال الاطفال الصغار فانه كنلاحظوا انه معظمهم يعني من خلال الانامنيز والانتروغاتوار مع هاد الاطفال بدو كنلاحظوا انه كاين مشكل اجتماعي يعني ما بين الام والاب ما بين العلاقه بين الزوج او يعني كيكون علاقه فيها طلاق ولا هذين اللي كيجونا وافدين اللي كنشوفوا انهم جايبينهم ناس اخرين كيكونوا هما دايرينهم لا بريزون شارج وجايبينهم عندنا لوبيتال وكنشوفوا كنتريتيهم كنلقوا ان المشكل هو كيتعلق بالتنشئه ديالهم الاجتماعيه اللي كان فيهم مشكل ما بين الوالدين يعني ما لقاوش هذيك السكينه وذاك الطمانينه اون برانسيب خصو يكون فيها هذاك